احنا المصابين وللاسف عندنا اصابات كتير. الجهاز الطبي بدا في تجهيز بعض اللاعبين على امل الحاق بمباراه نهائي الكونفدراليه الافريقيه. للاسف شيكا هيغيب عن النهائي بسبب الاصابه في العضله الاماميه. سلامات يا شيكا. وفي محاولات لتجهيز نضاي ومصطفى شلبي والزناري لمباراه نهضه بركان. بنتمنى ان شاء الله السلامه لكل نجومنا، ولكن في خبر او في يعني جانب كده او بصيص من الامل ان نداي ممكن ان شاء الله يكون جاهز بنسبه 100%، لان في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها نداي بيشارك في التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك. عقبال الباقي ان شاء الله. طيب، جوزيه جوميز كان تسلم تقرير مفصل عن فريق سموحه قبيل المواجهه يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله، عشان يحط ايده على كافه النقاط فيما يخص نقاط القوة ونقاط الضعف للمنافس، وعشان يحط بقى الخطة. يبتدي الراجل يشتغل بالتشكيل الأنسب للمباراة والوقوف على طريقة اللعب المناسبة، لأن بيعجبني قوي قراية جوزيه جوميز للخصم وطريقة التعامل. حتى لو هو مش موفق في مباراة من بدايتها، ولكن بيقرأ الجيم بدري وبيقدر إن هو يصحح الأوضاع في كل المواجهات اللي شفنا فيها نادي الزمالك. والدليل على كلامي هو النتيجة والأداء. نروح للجهاز الفني لفريقنا اللي كان ليه تقرير خاص عن كافة الأخطاء، حضر تقرير خاص عن كافة الأخطاء اللي الفريق وقع فيها أمام البنك الأهلي. وده هنا بقى بدري كده الراجل عايز يحل المشاكل وعايز يتفادى تكرارها خلال الفترات اللي جاية بإذن الله، عشان لا وقت للخطأ.